في خضم الأزمة السياسية التي تعيشها بلادنا والعدوان السعودي الغاشم وما يفرضه من حصار جائر، تبرز الحاجة الملحة إلى الاهتمام بالمنتج المحلي والترويج له. قد لا تكون الظروف متاحة لذلك، لكن ذلك ليس غريبا على وكالة التنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التي نظمت فعالية البني اليمني واستمرت 6 أيام، هدفت للترويج بهذا المنتج والتعريف المواصفات العالية والأسواق العالمية. هناك عدم اهتمام بهذه الشجرة المهمة، شجرة البن التي يفترض أن نتصدر العالم من خلالها، لكن الاهتمام بالقات وأيضا غلبت شجرة القات على البن جعل شجرة البن تأتي ثانيا أو ثالثا رابعا. وضع البن في اليمن، نحن بننتج فقط 20,000 شجرة، 20,000 كيلو في السنة، بينما في الحبشة بيتم تصدير 350,000 كيلو. فلما نجي نقارن هذا الرقمين، هذا الواحد يوريك فين وضع اليمن بالنسبة للبن، كيف نزلت إنتاجنا. لكن مش معناته إن احنا نوقف نزرع بن، مش معناته إن احنا نوقف نشتغل في البن، لا. إذا مش قادرين إن احنا نرفع الكمية بالإنتاج، على الأقل نرفع الإنتاجية للمزارع. في هذا المقهى الذي كان واحد من الأماكن التي احتضنت الفعالية، صورة تعبر عن إرادة اليمنيين الذين جاءوا يشاركون من كل المحافظات ويرسمون يد واحدة تبني الوطن، متحدين بذلك كل الصعاب. وليس هذا فحسب، بل حتى مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا هؤلاء الشباب أن يصلوا هاشتاغ حاملا اسم يمن كوفي بريك إلى أكثر من 10 مليون مشترك. أتمنى للبن اليمني أن يكون هو ذلك البن المشهور نسبة إلى ما كانوا يتكلمون عليه من قبل. في اليمن لو ركزوا على الثروة اللي موجودة في اليمن وهي ثروة البن، زي ما أنتم كنتم موجودين معنا قبل شوي وسمعتوا أنه البن هو الثروة العالمية الثانية الذي بيتم تداولها في البورصة بعد النفط. فلو الشباب اليمني ركزوا على هذه الثروة اللي موجودة في اليمن وابتعدوا عن القات وتضييع وقتهم في القات وقلعوا شجرة القات ووضعوا بدلها شجرة البن، فهو زي الذي بيحط ذهب في أرضه. الآن نفعل الفعالية هذه بحيث أن احنا نشجع المزارعين في الاهتمام في شجرة البن، ونحاول نشتري منهم أكثر يعني بسعر أعلى شوي، بحيث إيش يهتم المزارع بدل ما يقلع شجرة البن ويزرع بدالها قات الحاصل الآن حاليا. فلذلك احنا ندعمهم معنويا وماديا ان شاء الله قدر ما نستطيع. هدفنا ان شاء الله بالفعاليه هذه نروج للبن البرعي، لان برعي الان تمتلك ثلثي اليمن بالنسبه لزراعه البن، وتمتلك جوده عاليه جدا بالنسبه لزراعه البن، تمثل 29 من 30%. فقرات عديده ومتنوعه ومفيده حظى بها المشاركون في هذا الفعاليه، دلت في مضمونها على رساله هامه، ان انتاج البن اليمني بالطريقه الصحيحه سيغنينا عن النفط، وأن يتم التركيز على خيرات بلادنا التي سخرها الله لنا لنستفيد منها وترعى اقتصاد بلادنا واسم بلادنا من إنتاج البن اليمني من أكثر المنتجات الأخرى. نجاح البرطي لبرنامج موكا كافي، اليمن اليوم.